بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضلا منكم وليس أمر، إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوني بالإعجاب. النهاردة بإذن الله تعالى نتحدث عن عظمة الخالق الواحد الأحد بعباده، الودود القريب، الذين إذا دعيناه أجاب وإذا رجيناه استجاب. حديث قدسي يوضح هذا المعنى. في كل يوم الحديث نقوله بإذن الله، في كل يوم تقول الأرض: يا رب دعني أبتلع ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. تنادي الأرض: يا رب دعني أبتلع ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول البحار: يا رب دعني أغرق ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول الجبال: يا رب دعني أطبق على ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول السماء: يا رب دعني أنزل كسفا على ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. يبقى الأرض والبحار والجبال والسماء مخلوقات الله طبعا، سخرهم للإنسان. يقولون لرب العزة: دعنا ودعنا 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 ننزل ونبتلع ونغرق ونطبق على ابن آدم، لأنه لم يذكرك ولم يشكرك على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. فيقول رب العزة الغفور الرحيم الحنون: أحن علينا من أمنا وأبونا، يا مخلوقاتي أخلقتموهم؟ فيجيبون: لا يا رب. فيقول رب العزة الحنان المنان الرحيم الغفور: لو خلقتموهم لرحمتموهم، دعوني وعبادي، مني لعبادي لا تتدخلوا، فأنا خلقتهم وأدرى بهم. تاني قال: يا مخلوقاتي أخلقتموهم؟ فيجيبون: لا يا رب. فيقول رب العزة تبارك وتعالى: لو خلقتموهم لرحمتموهم، دعوني وعبادي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فأنا طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد، يعني من يرجو رحمة رب العالمين ويأتي إليه تائبا يغفر له ويرحمه. من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد، مرحبا بالتائبين. ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب: إلي، أي إلي، تعال إلي، أين تذهب؟ أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي؟ حاشا لله، أنت القريب وأنت السميع وأنت الرحيم يا رب العالمين. والله لا ربا سواك، والله لا ربا سواك، أنت الرحيم وأنت الودود وأنت التائب. إذا عصينا ناديتنا، وإن تبنا غفرت لنا ورحمتنا. ما أعظمك يا رب، ما أرحمك يا رب، ما أرحمك يا رب. اللهم اجعلنا من عبادك الذين تبت عليهم وغفرت لهم ورحمتهم يا رب العالمين. تبنا إليك، تبنا إليك يا رب العالمين، تبنا إليك. هذا الحديث والله والله يدمع العين من العظمة والرحمة الإلهية، من غفران رب العالمين الذي ليس له حدود. والله لو جبلا لو جبل لتحرك، والله لو جبل لتحرك من هذه العظمة وهذا الغفران. اللهم اغفر لنا وارحمنا ما قدمنا،
اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا رب العالمين. شكرا لكم أحبابي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.